تألقت النجمة الشابة دنيا سمير غانم في السنوات العشر الأخيرة في عالم الفن، حيث قدمت أغلب ألوان الفن في وقت واحد وبرعت فيها، فقد غنت ومثلت وقلدت فنانين وقدمت الدراما والكوميديا، وأحبها الجمهور لخفة ظلها وبراعتها في كل الأدوار، وخاصة دور هدية الذي قدمته مع الفنان أحمد مكي في سلسلة مسلسل الكبير أوي، والذي عرض منها 7 أجزاء كانت هي بطلة 4 منهم. ولدت الفنانة دنيا سمير غانم في يوم 1 يناير سنة 1985 في القاهرة في منزل فني من الدرجة الأولى، فهي ابنة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وأختها هي الفنانة إيمي سمير غانم. وبدأت التمثيل في سن صغير وهي ابنة 10 سنوات في مسلسل امرأة وامرأة، وقدمت في سن 16 دور بطولة بمشاركة والدتها دلال عبد العزيز في مسلسل للعدالة وجوه كثيرة، وكذلك أول ألبوم غنائي لها من إنتاج شركة روزناما ريكورد عام 2003. اكتشف الفنان سمير غانم موهبتها في الغناء عندما سمعها صدفة تغني لفيروز في المنزل، وقد بكى تأثرا بجمال صوتها وكانت لم تتجاوز 10 سنوات بعد، وشجعتها والدتها الفنانة دلال عبد العزيز كثيرا على تنمية موهبتها والثقة في نفسها، فشاركت في مسرحيات المدرسة بشكل مستمر، وبعد إنهاء التعليم الأساسي التحقت بجامعة مصر للعلوم والفنون. فيلم يا أنا يا خالتي عام 2005 كان أول أدوار البطولة لها مع الفنان محمد هنيدي، وبقى من النجوم الشباب وبرزت فيها موهبتها الغنائية والتمثيل، وتبعته بكثير من أعمال السينما التي لعبت فيها دور البطولة أيضا، مثل تير أنت مع أحمد مكي وعزبة آدم، وفيلم الفرح عام 2009 مع خالد الصاوي، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز، وفيلم لا تراجع ولا استسلام عام 2010، إكس لارج لف ودوران عام 2016. تألقت دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية وخاصة أدوار الكوميديا، فقام ببطولة مسلسل الكبير أوي وأحلام البنات والرقص مع الزهور ونيلي وشريهان، دور بنفسك والحلم، أغاني راب قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم مع الفنان أحمد مكي، وقدمت ألبوم بعنوان مش قادرة أصدق عيني عام 2005، وفي عام 2003 قدمت 9 أغاني وهم عليك حبيبي كلام، قصة شتا، واحدة تانية خالص، أنا وإنت البعض، الوقت بيسرقنا، لو كنت مكانك، الوادي اللو، مش باقي على حاجة، يوم عادي جدا. خاضت دنيا تجربة الإعلانات بإعلان تلفزيوني لصالح شركة المشروبات الغازية بيبسي، وذلك عام 2011 وعام 2012، وكانت حملة إعلامية هدفها خيري. لم تقدم دنيا برامج كمذيعة، ولكنها شاركت كعضو لجنة تحكيم في عام 2015 مع الفنانة إليسا والفنان راغب علامة في برنامج إكس فاكتور. أعلنت دنيا سمير غانم خطبتها من المذيع رامي رضوان في عام 2012، وتم الزواج عام 2013، وبعد عام رزقوا بابنتهم كايلا، والتي تعمدت دنيا أن تظهر بها في الصور العائلية خافية لوجهها، وكانت أول من اتبع هذه الصيحة بين الفنانين في إخفاء وجوه الأطفال. التزمت الفنانة دنيا سمير غانم بالصمت بعد فقدانها لوالدها بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولم يمر أكثر من شهرين حتى ألحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في أجواء مليئة بالكسرة والحزن، ولكنها شكرت الجمهور الذي تضامن معها ومع أختها في هذه الظروف، وطلبت منهم الدعاء لها بالصبر.